السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله الصحه تكون لاباس. كي راكم خاوتي وبارك الله فيكم على الدعم. خاوتي الموضوع تاع اليوم غادي نهضروا على الامل. الامل هذا اللي راه باقي في الشعب الجزائري وفي صدور الجزائري، مازال غايدتهم مراره الخساره امام الكاميرون، ومشي الخساره بحد ذاتها انما طريقه الخساره وطريقه ذبح قصامه للمنتخب الوطني الجزائري. بقى واحد الامل اللي هو عارف مشاكره، وكل ما يدور حوله ولا المحيط تاعو عندنا الادله، عندنا عندهم الامل. اسكو نقعدوا متعلقين بحاجه ما شفناهاش؟ اسكو غادي نقعدوا نتبعوا فيه الى متى واين؟ وين راه الملف؟ عد من اي جهات؟ وهل دفع على مستوى الفيفا؟ ما دفعش، تلقيتو رد اولي، تلقيتو مش عارف اكيزو ريسبسيون، تلقيتو حاجه مش عارف كيف راه الحياه الدور. راني معاكم يا خاوتي، ونقعدوا متشبذين في الامل ونصدقوا هذا مشاكره يا خاوتي، مصدقوا مع اني نقولكم الدليل ما شفناهش. والهيئه الرسميه الوحيده اللي متكلفه بهذه الامور اللي هي الاتحاد الجزائري لكره القدم، دروك هذا مشاكره يخبر الناس اسكو الملف راه على مستوى الفيفا، اتحط على مستوى الفيفا، عنده اثباتات ما عندوش، ردوا عليه ما ردوش عليه، شحال يقعد التحليل هذا ولا التحقيق المكتب المحاماه اللي راه دايره هذا، دفع الدوسي ولا مازال؟ يخبرونا كيف، خاطش اي امور كيما هذه غادي تطول، غادي تفوت لا كوب دي موند ولا كيف؟ انا الامل هذا الامل اما يكون امل حقيقي، اما رغم يكون صغير بزاف، صغير 0.0005، لكن مانيش باغين يكون مبني على كذب، مانيش باغين يكون مبني على اوهام. عندك يا مشاكره طرطق الدنيا وخلي الناس كاع موراك. وانا نقول اخوتي اذا كان حق وعنده دليل وجاب حق الجزائر وتعاود الماتش ولا ماشي تعاود، نورمالمون كي يكون قضيه رشوه الماتش كيف يقولوا الماتش ندوه الكاميرون تتعاقب. اذا دينا الماتش وتاهلنا لكاس افريقيا كاس العالم، نطالبوا كشعب وكجمهور ان مشاكره يكون رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم، ولما لا يكون وزير الشباب والرياضه؟ خاطر جاب حق ما تعطيكش تجيبه كاتحاديه وما تجيبهش، خاطر ما عندهاش اثباتات الا اذا ظهرت اثباتات في الاونه في اللحظه الاخيره. فما كنقولوا بصح حنا نطلبوا من مشاكره ومن اللي معاه يخبروا الشعب اسكو وين راه الملف، اسكو تفحتوا ملف، اسكو عندكم ملف؟ ما عندكمش، ولا تقارعوا الملف الاتحاديه، ملف الاتحاديه فارغ فارغ، ما يعاونكش ما يعاونك، ما يجيب لك حقك. الملف الاتحاديه وضع لكي يعاقب الحكم، وضع لكي يعاقب الحكم، هذا هو المشكل. ثم مش عارفين الاتحاديه ما وضعتش ملف باش يعاد المقابله، لا، الملف وضع لكي حاجه واحده، الهروب الى الامام، يتعاقب قسامه يخرج الاتحاديه يقول لك رانا على حق. هل فهموا يا خاوتي؟ فهموا ما الفرق بين الملفات؟ فهموا فرق بين القوانين؟ اقراوا حاجه سهله، ما نلعبها عريف، ما نلعبها راسي كبير، ما نلعبها منا، ما نلعبها منا. القوانين سهله، تكون رشوه المقابله تديها الجزائر والكاميرون تتعاقب، هناك اخطاء تروح مثلا واحد ملاعبين وعنده حمراء لعبوا ب 13 جوار، لعبوا واحد خرجوا حمراء ودخلوا رومبلاسون في بلاصتو والناس ما تكيكاش، ويكونوا لي ريزيرف في ساعتين مقابله، بعد المقابله يخرج شيف ايكيب ولا المناجر العام يتنبه للاخطاء هذه يروح يدونها وفماك يعاد المقابله. اما اي اخطاء اخرى سواء تحكيميه داخل الاستاد ولا خارج الاستاد، مثلا واحد يرمي في ميجير، واحد يكسر كرسي، واحد يكرسي، هذا بتقرير المقابله ومحافظ المقابله، وكل خطا يصرى داخل الملعب مسؤول عليه الحكم، وتعتبر اخطاء تقديريه، اخطاء تقديريه، والاخطاء التقديريه ما يكونش موراها اعاده لا مقابله لا يديك لا يجيبك. حنا يخرجوا يفهمونا، يخرجوا يفهمونا هذو اللي عندهم الدليل، فهمونا ما تهضرليش على اسيا وفلسطين وباكستان والامارات وفلان الله يرحمه والفنطين، اهضرني على الملف تاعك، الملف تاعك وين راه واصل، ما تقولناش الدليل، ما تعطيناش دليل، قلنا اي جهه راه عنده، وين هاد الجهه؟ راه فيه الملف. كي تقولنا وراء ديار الملف فماك نتاعو وشحال يقعد باش يردوا عليك الاتحاديه الجزائريه كره القدم، ردوا عليها اسكو انت عندك موافقه مبدئيه اصلا كي حطيت الدوسي؟ اسكو هذا المكتب المحاماه وصلوه ارساليات من الفيفا؟ يوروها لنا باش الشعب يطمن، باش الشعب يطمن، ما ناكلوش من ودنينا، ما ناكلوش من ودنينا، رانا معاكم يا سيدي، عندكم الدليل، عندكم صوالح، ما تورولناش الدليل، لا نريد دليل، ما تورونيش، ورونا الملف وين راه، طريق الملف، سيروره الملف، ورونا الملف وين راه، من لي زيتاب اللي مروا عليه، راح من لجنه للجنه، تحول قرات لجنه مبدئيه، من بعد راح للجنه ثانيه، راح للجنه ثالثه، راح للجنه ثالثه باش تدرسوا، وين راه الملف؟ خاطش قضايا رشوه نورمالمون تشعل كي النهار،
يكون فيها رشوه فيف تلعب كي النار تشعل كي النار يخرجوا المعطيات كاين من الفيفا اللي يستلموا واسمو يخرجوا المعطيات ويبيعوا المعطيات ويديروا كل تاع حاجه. حنايا نقولوا نمشوا معاهم في النيه كيما قالك نمشوا معاهم في النيه هبال. يا خويا عندك دليل؟ ما قلنا لكش كنا نقولوا لك الدليل. ما خاصناش دليل، ما خاصناش. ورينا خاوتي الموافقه المبدئيه اصلا كي حطيت الدوسي، كي ترسل الدوسي ولا تفعل الدوسي يعطوك موافقه مبدئيه. الزوجه ورينا الملف اسكو انتقل عندكم ارساليات بينكم وبين الفيفا، خاطر الفيفا كي تعطيها دوسي ولا اي محكمه ولا دائما يكون هناك ارساليات متبادله، خص ورقه يخص معطيات، فيه تساؤلات، فيه كذا فيه كذا، فيه دائما يكون لي زيسونج. دروك يا مشاكره واللي معاك والمكتب العالمي اللي حاطه وري للشعب وكالميه. وانا قلت لك تكونك على حق قسم بالله نادوك تكون رئيس اتحاد جزائري ولا تكون وزير الشباب والرياضه، وتكون وزير خاص تستاهل، خاطر الا جبتها وكان بالفعل عندك هذه الامور حتى براستك ماشي في ماك تاع براستك في منصب ما في الدوله، الا عندك كل هذه الامور انت نورمالمون يحطوك وزير شباب والرياضه، يحطوك رئيس اتحاد جزائري كره القدم، خاطر في زوج ما قدروش يجيبوا حق الجزائر، انت جبته انت تستاهل بلاصتهم، في زوج يحطوك وزير شباب والرياضه وميم طون رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم. لهذا خاوتي الامل بغيتو تقعدوا تشدوا في الامل شدوا فيه، انا فيني ما نقولكم والو. الا صدقت هذا مشاكره واللي معاه لازم يكونوا في مناصب في الدوله، لازم يكونوا في مناصب في الدوله خاطر جابوا حق الجزائر، ولا كان الدوسي تاعهم بالفعل مر وتحط على مستوى الفيفا وفاتوا قبلوه ورسلوه وعطاوهم كيما احنا نقولوا موافقه. الاصل والمشكل خاوتي ما مشاكره وجماعته يحطوا دوسي على مستوى الفيفا، الرد تستقبلوا الاتحاديه الجزائريه لكره القدم كمخول الاول للكره القدم في الجزائر، هذه وحده، ويستقبلوا المحامي تاعو. بصح احنا رانا نحاوسوا نفهموا، ماناش باغيين خاوتي نبنوا امال كاذبه وزائفه واوهام، رانا نحاوسوا كي يكون عندنا امل يكون عندنا امال حقيقي. كون خرجت الاتحاديه وقالت الكلام اللي قالها مشاكره صاي نقول لكم 70 90% 99% ندوا الماتش. كون الاتحاديه تهدر الهضره تاع مشاكره 90 99% ندوا الماتش، اما هضره مشاكره ما في ما عطانا حتى دليل، ماشي ما عطانا حتى دليل، ما عطانا حتى دليل، وهو كي يهدر بالعاميه. في فساد في الفيفا، في فساد في الاتحاد الافريقي، في فساد في الفيفا، في فساد في الاتحاد الافريقي، في فساد في الكاف، في فساد في الفيفا، وهذه كاع الناس تعرفها. حنا نحوسوا المعطى والدليل، ما تعطيناش دليل اخويا جيب لنا المبادلات ما بينك وما بين الفيفا، جيبوا لنا المبادلات ولا الموافقه الرسميه على الملف اللي حطيتوه، جيبوا لنا الملف ماذا يحتوي، ما تعطيناش دليل، اعطينا براهين ان الملف في الطريق الصحيح، ان سيروره الملف راهي تمر عبر الليجان التحقيق، تمر عبر ما باليش واش، تمر على هذه الامور. بصح باش نتعلقوا بامل كاذبه وزائفه هذه لا. خاوتي انا درت اللي عليا وقلت اللي عليا، بارك الله فيكم والسلام عليكم.